ورجعنا لكم تاني في حلقة جديدة مع فنانون في حضرة الصوفية وطقوسهم في رمضان، والمرة دي الموضوع مختلف وجديد تماما. الفنانة شادية، ايه اللي دفع الفنانة شادية ان هي تكون من التصوف او المتصوفين؟ موضوع الانجاب وعدم ان هي يكون عندها اطفال، ده اللي خلاها تتقرب من ربنا وتعرف ان ده الموضوع اللي هيخليها طول عمرها تفكر في ربنا ودايما في اذهانها، وده اللي صرحت عنه بنت اختها في تصريحات قديمه ليها لما قالت ان شادية حاولت كتير قوي تنجب لكن ما كانش بيكتمل الحمل، وده اثناء اعمال كتير قوي من اعمالها، وبعدها اتجهت للتصوف. كان ثلاث حاجات بس اللي بيشغلوا تفكيرها، اول حاجه ربنا، ثالث حاجه دايما كانت بتفكر في الصلاه والصوم والعباده طول الوقت، ولكن ده ما كانش تشدد من الفنانه شادية، ولكن كان حب في الرسول والدين والتعبد. اخر حاجه ان هي قبل وفاتها ووقت اعتزالها حفظت القران وختمته كله، وكان سبب اعتزالها غريب جدا وهو الشيخ الشعراوي اللي دفعها لان هي تعتزل بسبب اغنيه، والاغنيه دي اللي وصلت الفنانه شادية للشيخ الشعراوي لما بدات من هنا ان هو ينصحها تعمل اعمال كتير او تكون اعمالها فيها انشاد ديني بطريقه صوفيه، وده اللي كانت بتتبع شادية خلال فتره اعمالها الفنيه وخلال فتره اعتزالها. هنتكلم دلوقتي عن طقوس الفنانه شادية في رمضان، فين بتعمل ايه خلال فترة رمضان بالطريقة الصوفية زي ما اتكلمنا عنها. طبق الفول المدمس والفنانة شادية، تعالوا بينا نعرف ايه قصة شادية مع رمضان ايام طفولتها وبعد ما بقت من المتصوفين. كانت الفنانة شادية وهي صغيرة من هواية الفول المدمس، وكانت بتحرص جدا على تقديمه على السحور، وده زي ما هي قالت في تصريحاتها قبل كده، وكمان والدها كان بيقرأ القرآن بصوت مميز وكان بيلف حواليه الجيران، ودي الطقوس اللي كانت متعودة تعملها الفنانة شادية في رمضان. ولكن الموضوع اختلف تماما بعد الفنانة شادية بقت من المتصوفين، وده لما خلاها تتعود كتير ان هي تزور المقامات زي مقام السيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومقامات كتير خلهم، وده خلاها تتقرب وتتعبد وتقعد طول الوقت في الجامع تذكر ربنا وتعمل الحاجات الروحانية المتصوفين بيعتادوا ان هم يعملوها. ده كمان ظهر لما كانت في فترة اعتزالها، وبين في اغانيها الاخيرة كلها ان هي كانت بتتعود على الانشاد الديني على طريقة المتصوفين. استنونا في حلقة قادمة مع فنانين اخرين.